السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومزاد جديد، مزاد مختلف، سيارة جميلة وسيارة ما تدخل السعودية في الوقت الحالي، موديل 98. حتى بعد 8 سنوات من الآن الجمارك لو سمحوا موديل 98 يدخل، هذه ما تدخل. ماكينة 10 سلندر 8.0 8.0، سيارة وارد المتحدة، سيارة سعودية. طبعا أنا أشرح لكم الحين بالكامل تاريخ السيارة هذه. سيارة سعودية، ماكينة أساس أصل عليها برو تشارج طبعا من صاحبها الحالي. أشرح لكم صاحبها إيش سوى في السيارة. عليها نانو سيراميك، السيارة معدلة بالكامل كماكينة ستروكر برو تشارج، عندكم كلتش رياضي وريديتر رياضي جديد وبريك سيستم كامل رياضي. سيارة ماشية 36,000 كيلو، يعني ما مشت، وارد المتحدة، سيارة سعودية، عليها الصيانة بالكامل، عندكم كذلك تصفية ماكينة وبعض الجلد السفلية. سيارة مزاد لمدة 4 أيام. طبعا المزاد أونلاين، موقعنا هنا في جدة، المزاد أونلاين، يعني الرابط حقنا موقع الإلكتروني صفقة.sa. يعني السيارة تقدر تزود عليها، تقدر تجي هنا وتشوفها على الطبيعة. يجي معها في إذا تم البيع جناح، شوفوا هذه أثار الجناح يجي معها. طبعا هذا النوع موديل 98 دوج فايبر جي تي اس، يعني حقين الفايبر يعرفوا الشيء هذا. سيارة مكيف شغال فيها، بداخلية لون أسود، كل شيء شغال. اللهم اللي لاحظنا فيه شيء بسيط، يعني لما نشغل السيارة ممكن تعديل البرو تشارج أو شيء، ريحة البنزين فقط اللي لاحظناه، وهل هذا الشيء سبب البرو تشارج أو شيء. غير ذلك سيارة كاملة متكاملة، ما في أي مشاكل. نوريكم الداخلية. عندكم تفتح الباب من هنا، الحين حقين الدوج يقولوا نعرف الطريقة دي. طيب اللي ما عنده دوج لازم يعرف الطريقة هذه. هذه الداخلية، أي سيارة سبورت تجيكم ملمومة، تحسوها من جوا كأنك تركب، يعني السيت عندكم زي الريس، دائم لما يقول لك ريس سيت تجو تشوف الزوائد هذه من هنا ومن هنا والتنفيخ اللي من هنا. طيب نركب جوا. هذا الطبلون تبع الدوج، زي كذا الفايبر يجيكم. العداد هنا بيسك أنا أشوفه ما شاء الله. عندكم حق البنزين، البطارية، الأويل بريشر، هنا الحرارة. راح نوريكم السيارة الآن كماكينة وداخلية وكل شيء. نشغل لكم السيارة. طبعا السيارة 6 سرعات، أوضح لكم الحين، 1 2 3 4 5 6. ريوس هنا، هذا المفتاح، رجلك على الكلتش. الرجاء مشاهدة الفيديو بالكامل، إذا عندك أي سؤال أي استفسار إن شاء الله نفيدكم جميعا. هذا الرادي، المكيف هنا، المكيف يبرد، يجيكم 3 فتحات. الباب هذا ينفتح من جوا من هنا فقط، قفل الباب ما ينفتح من برا. عندكم بعض الاستهلاك البسيط هنا، هذه قطعة بسيطة تتبدل إذا حابب يبدلها صاحبها. عندكم الدرج يجي هنا، اللي في النص اللي المفروض يجي هنا في السيارة الطبيعية يجيكم هنا. شوفوا كيف، الممشى 36. عندكم بعض الملاحظات هنا، نوريكم الماكينة. الماكينة يا شباب 10 سلندر V10، ما شاء الله تبارك الله، ماكينة الوكالة، عليها التعديل هذا البرو تشارج، ما شاء الله تبارك الله. طيب الكبوت نقفل البونيت أساس ما يزعلوا علينا الكويتيين والإماراتيين، البونيت يقولوا له الحين، الكبوت يقول له قفل كده. طريقة الفتح كذلك من هنا وبعدين افتح هنا. نسوق السيارة الحين،
السقف لا يوجد مشاكل يا اخوان، السيارة نظيفة من هنا لا يوجد مشاكل ابدا. نقفل السيارة الحين اوريكم. هذا المفتاح أريكم، في جناح يجي هنا في حاتم الشراء عن صاحبه، وهذا بالمفتاح تفتح. عندكم السبير هنا، في شنطة تجي هنا، الزيت طفاية، هذا السبير، الشنطة تجي معاه. اوكي، هذه الأشياء ممكن تجي مع السيارة، كلافس أو كلافس كفيز. الرجاء مشاهدة الفيديو بالكامل. السيارة ما نشوف فيها مشاكل، تبديلاتها تمام، اللهم في ريحة بنزين، هل هذا الشيء طبيعي أو بسوي البرود شارج؟ بس كاستخدام ما في أي مشاكل. اللي أقدر أقوله كسيارة، هذه ما تدخل السعودية نهائيا. ليش؟ لأن الموديل غير مسموح من الجمارك، موديل 98، حتى لو بعد 8 سنوات الموديل يتقدم، لأنه كل سنة الجمارك يسمح الموديل يدخل، هذه ما تدخل تبقى. ليش؟ لأن المكيرة حجم كبير. بس الشيء الحلو انها في السعودية، اللي يبغى يزاود السيارة موجودة داخل السعودية. والرجاء يعني تبحث عن الهيستوري، اذا انت حق دوج فايبر وريس ما بتعرف، لا بس ابحث عن الهيستوري التاريخ راح تعرف. واي سؤال اي استفسار، الشباب موجودين عندنا في مزاد صفقة، اتصال واتساب راح يجاوبوكم، صور اكثر. عندنا المزاد بتأمين، والتأمين مسترجع، مزاد لمدة 4 ايام، وراح تشوفوها في الموقع. نشوفكم على خير وإجازة سعيدة. السلام عليكم.